منطلقات صحيحة، هذه منطلقات صحيحة لا بأس بها. فيعني يجب علينا أن نحرص على أن ينشأ المسلم متوازنا، وألا يكون المسلم مجرد آلة أو أداة أو ترس، وأن يجمع المسلم في كيانه وفي ثقافته وفي سلوك حياته أن يجمع الدين كله، بمعنى أن يكون عابدا وأن يكون سياسيا وأن يكون حركيا، ولكن قد تزيد جرعة الاهتمام بالعلم عند هذا أكثر وجرعة الاهتمام بالسياسة عند هذا أكثر فتنشأ التخصصية، لكن تكون الأرضية في النهاية هي إيه؟ هي التربية على شمولية هذا الدين، وأن يكون يعني الحد الأدنى في كل شيء موجود. لكن ليس هذا معناه أو لا يصح أن يتخذ هذا، هذه منطلقات وهذه مقاصد جيدة، لكن لا يصح أن تتخذ ذريعة لتشويه الدين حقيقة يعني. فمحاولة إقصاء السياسة عن الدين، محاولة إقصاء السياسة عن الدين وفصل الدين عن الدولة وعن شؤون الحياة، هذه هي العلمانية الصريحة. والحقيقة أننا في هذه الأزمة التي نعيشها، يعني الغريب أن هذه الدعوة تأتينا متى؟ عندما تأتي هذه الدعوة مثلا، لو قلنا أن هذه الدعوة تأتي بعد نجاح الربيع العربي وبداية إقامة الدول ونظم وما إلى ذلك، وهذه الدول ونظم سوف تضطر إلى تعلاقات دولية مع مؤسسات ودول دول قائمة الآن، فيعني ستجد ألف مبرر لمن يحاول أن يلطف من الأجواء ويحاول أن يعني يوجد مرونة لكي يتعامل. لكن أنت الآن في حرب عقدية، العالم الآن لا يسمح لك أن تضع قدمك على الأرض أصلا، العالم الآن لا يسمح لك كمسلم أن تضع قدمك على هذا الكوكب الأرضي بدينك هذا، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. فالمسألة مسألة صدام عقدي وصدام حضاري وجها لوجه. في هذه اللحظات استدعاء العقيدة واستدعاء المفاهيم الإسلامية الصريحة وبعث الناس بها هو الضروري في هذه المرحلة. هم لا يفهمون متطلبات المرحلة، لكل مرحلة متطلباتها، فمن متطلبات هذه المرحلة أن نستدعي الأصول العقدية والأصول الفكرية الأصيلة وأن نبعث بها الأمة. أنت في حاجة إلى بعث مكامن القوة في هذه الأمة، فلا بديل ولا طريقة لتغيير هذا الواقع أبدا إلا بالثورة. والكرة الأرضية الآن يحدث فيها تحول هائل كبير جدا جدا، هذا التحول يتمثل في تداول حضاري، في تحول حضاري كبير يتحدث عنه الجميع، لكنهم لا يعرفون أين سيذهب. المرحلة القادمة ستشهد، طبعا هي مرحلة طويلة المدى، لكن المرحلة القادمة ستشهد ذهاب حضارات وقيام حضارات أخرى. لكن ما هو شكل الكرة الأرضية؟ ما شكل هذا التدافع؟ الناس كلهم لا يعرفون ماذا سيكون الشكل، لكن في النهاية في استشعار خوف من الإسلام، وهذا هو السبب الكبير والدفين والعميق وراء حربه المسعورة على المسلمين. يقتلون الأطفال وكأن هؤلاء الأطفال جنود صعقة، تمام؟ فالمسألة كبيرة. هذا الصراع الضخم الهائل يحتاج منا في هذه المرحلة إلى أن نستدعي المفاهيم الإسلامية القوية المتينة لتبعث في الأمة طاقاتها المكنونة، لا نغطي عليها ونزيف فيها.